من مبنى الجراحات التخصصي. هذا الاقتحام جاء بداية لأقسام الأشعة وأقسام القسطرة القلبية. الاحتلال ما زال متواجد في هذه الأقسام لعشر ساعات متواصلة، قام بتفتيش الكوادر الطبية والمرضى والمرافقين، وقام بتجريد بعضهم من ملابسهم، وقام باعتقال الآخر، وإلى الآن ما زال متواجدا في هذه الأقسام. هذا الاقتحام جاء بعد 8 أيام من الحصار المطبق على مجمع الشفاء الطبي، منع من خلالها الاحتلال الدواء والغذاء والماء والوقود عن المستشفى بشكل كامل. خلال هذه الفترة تعرض مجمع الشفاء الطبي لثمانية اعتداءات كبيرة على أقسام مختلفة، كان أبرزها قسم العناية المركزة وقسم الولادة والعيادة الخارجية وساحات المستشفى. الاحتلال أقدم على هذا الاقتحام وعلى هذا الاعتداء على حرمة المستشفى بعد هذا الصمت الدولي الرهيب، وبعد المجازر المتعددة التي قام بها بحق المستشفيات، والتي كان أبرزها مجزرة مستشفى المعمداني، والتي لم يحدث بعدها أي شيء تجاه هذا المحتل. المنظمات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة خلال هذه الفترات من الحصار على المستشفى لم تستطيع أن تحرك ساكنا، لم تستطيع أن تعمل تنسيق. طلبنا منهم تنسيق لإخراج الجرحى حتى لإخراج الأطفال الخدج في الحضانات، والبالغ عددهم 36 طفلا لم يستطيعوا التنسيق لإخراجهم، وقد طلبنا بتنسيق آمن لهؤلاء الجرحى والمرضى والأطفال، وليس بالإخلاء القسري كما حدث في المستشفى الرنتيسي سابقا، حيث قام الاحتلال بطرد الأطفال وطرد المرضى ومرافقيهم والطاقم الطبي من المستشفى مشيا على الأقدام. حملوا معهم الأطفال وأطفال العناية المركزة، وتركوا 3 أطفال على تنفس صناعي واجهوا الموت المحتم، والاحتلال يعلم ذلك جيدا. نؤكد مرارا وتكرارا أن مجمع الشفاء الطبي هو أكبر مؤسسة صحية في قطاع غزة، والآن يحتوي على 650 مريض و22 حالة في العناية المركزة و36 طفل حضانات، وبه ما لا يقل عن 400 من الطواقم الصحية، وبه ما لا يقل عن 2000 من النازحين. وهؤلاء بحاجة إلى رعاية صحية، هؤلاء بحاجة إلى إخلاء آمن لهم. إننا نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة، إننا نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى والطواقم الطبية والنازحين المدنيين الموجودين في مجمع الشفاء الطبي، ونطالب بإخلاء آمن لهم عبر سيارات الإسعاف إلى جمهورية مصر العربية للعلاج في دول العالم العربي والإسلامي وضمان أمنهم وسلامتهم. نطالب بإدخال عاجل للوقود إلى مجمع الشفاء الطبي وباقي المستشفيات، الآخذ بالنفاذ ولتوقف الخدمات تماما في هذه المستشفيات. وبارك الله فيكم. إذا في أسئلة يا إخواننا. صحيح، نحن نتواصل، يعني في الساعات الأولى كنا نتواصل، الآن انقطع الاتصال بالطواقم، معظم الطواقم كنا على اتصال مع السيد وكيل الوزارة الدكتور يوسف أبو الريش، وطمأننا أنهم بصحة جيدة في الطوابق العلوية، لم يصل إليهم الاحتلال بعد، ولكنه موجود في الطوابق السفلية وفي الطابق الأرضي لمدة 10 ساعات متكاملة. وجودهم لهذه الفترة الطويلة يضع علامات استفهام كبيرة عن قيام الاحتلال بعمل شيء مفبرك كما تم عمله في المستشفى الرنتيسي، والخروج بقصة إعلامية مفبركة
للعالم لكي يقنعهم باقتحام مجمع الشفاء الطبي. شكرا لك.